حبيباتي الأمور هاي وايد تحصل في هالجيل اللي هي يعني أنا مستانسة أن يعني الأسئلة جاية من فئة عمرية محتاجة إلى توجيه. طبعا حبيبتي، بس حتى هذا السؤال، هالسؤال يمشي على كل الفئات العمرية، رجال ونساء. حد يعشمك وأنا أباك وأنا أحبك وأنا وأنا وأنا، وأنت تتعشمين وتتريين وفجأة يختفي مثلا يومين ثلاثة، وبعدين تتصلين تتصلين ما يرد مثلا يعني هاي ترى ذاك اليوم سمعتها، يومين ثلاثة من الاستشارات ترد تتصل ما يرد، بعدين تعرفين من حد ان فلان عرس، او هو يرد عليك يقول لو سمحتي انا اسف ما اقدر ارد عليك، لو سمحت لا تتواصلين انا عرست. زين كيف؟ صدمة ابو الصدمة، انت كيف تسوي فيني جي؟ كيف؟ لا والله امي جبرتني لان لازم اخذ بنت عمي. اكيد انت تعرف من قبل، فجأة عرست وتكلمني وكذا وما ادري كيف وان شاء الله وهذا وهذا وتوعد. يا اخي حرام، والله حرام، كسرت الخاطر هاي، شو كسرت القلب. بس ارد واقول احنا نحط عمارنا في هالمواقف، خلينا نخفف يعني، جربوا انكم تحبون بعد الزواج، لا تتعبون نفسكم قبل الزواج، يعني جربوا يعني استغفر الله. الحين الشيء الاولي الحين بنجربه هو هذاك الاساس، وفي الدين هذاك الاساس اللي هو الزواج، الحب يجي بعد الزواج. بتقولون ما في حب، في حد مره قال لي الحب يروح بعد الزواج، شو هالكلام؟ هذا في اعتقادنا، هذا في اعتقادنا، هذا الشيطان يلعب فينا لعب لعوبه. والله الحب قبل الزواج، بعد الزواج ما في حب، ترى بس مسؤوليات. اذا حطيت حكي بهالطريقه صح، لكن انا اسوي الحب، انا اللي اسوي الاهتمام، انا اللي اسعد نفسي بنفسي واسعد اللي من حولي، انا اللي اخلق هاي الاجواء بفضل رب العالمين. بس والله اني استسلم واقول لا ما في حب، والله بتزوج هاي بعدين، اصلا هاي انا كنت احبها بس يعني مضي على الوقت. شي اسبجي نقول خففوا من هاي اللي قبل الزواج، رجال ونساء، بنات وشباب. اشوى والله، انت تضيعين، تحس احس الطاقه تروح، ما في طاقه، الطاقه اللي تبينها تحاجين تحطينها في علاقه الزواج ما يكون في طاقه، تكون في خذلان. فمسكين هذا الريال يجيك انت من خذله من حد، فما تقدرين تعطينا مثل الناس. ويشعر الرجل يشعر. الله يفتح عليك، انسي حبيبتي.